السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا غوارديولا يعني في آخر خرجة تاعو في ندوة صحفية، وين تكلم على رياض محرز وما يحتاجه محرز للعودة إلى مستوى تاعه. غادي نقولوها ونعاودو، محرز ماشي قضية تاع غوارديولا حاقره ولا من كيما كنتو تحضروا ولا محرز مام يعرف باللي المستوى تاعو ما راش مساعده، المستوى اللي راه فيه ما راش مساعده. يمكن اليوم ان شاء الله بربي يشوفوا رياض محرز، يمكن اليوم ما نجموش نعرفوا، يمكن اليوم يشوفوا رياض محرز في المستوى تاعو كبير. ما تنجمش كيما الناس يقول لك مازال ما ولاش ينجم يولي في مباراه يعني بهدف الريتم يطلع، بهدف الريتم يطلع يعني ديك الكارنة تطرطق. هذه هي محرز لعاب يعني راه يخدم من اجل ارجاع المستوى تاعو، هدرناها ونعاودوها. ما كان لا غوارديولا راه يحطم فيه، لا يا توري قال باللي غوارديولا يكره لي زافريكا، لا قال شده عامين وخد اخرى، هرس على بالك مبدا تاعه هرسه باش يشد محرز. هذا مكان قعد على لي زيكيب هادو كبار باش يشد لك لعاب فوق 31 عام، يعطيه عامين. لازم تكون محرز، لازم تكون لعاب كبير، لازم نادي تسيب نادي كبير، تسيب نادي كبير، نادي عالمي، تشوف نادي عالمي وتشوف يزيدوك عامين وحدة اخرى، عرف باللي انت راك كبير خويا. كيش تعطاوها عامين عرفت باللي القيمة تاعو في مانشستر سيتي اشتيالا واش تسوى. عاش بزاف كان يقول لك لا وراه فرحان بالدكة، لا ما فرحان ما هو لا يخدم، عارف روحو بلي غادي يولي، راه عارف روحو بلي غادي يولي. مع اللي دخل في عطلة كبيرة بقي له 60 يوم يعني التحواس، التحواس يضحك ويلعب، عاود ولا غادي يعاود يولي. عارف الوقت تاعو، راه عارف روحو، عارف روحو. زيا زادو هو شكر غوارديولا، وغوارديولا شكر محرز، وتعانقو زادو عامين وماكو هادو صحاب الطبيله وقرقابو. خويا وش شاتو كره بكل ماتش طايحين على غوارديولا كيما قاسما ايطو، هاي هربت لهم، هاي هربت لهم. ما صابوه يهدر يقول لك لا، لو يقول لك على بالكم راه فرحان، انت راك تفرش له. قال لك راني فرحان، شكون اللي يفرش له؟ انتك تفرش له؟ انت راك المطرح تاعو راه يرقد فوقك ويخبرك شكاك جمكاش مالك. هو لعاب يلعب يطلع من الريتم تاعو يعني، وخاصة وين الصالير تاعو شكون اللي يعطيه لهذاك الصالير اللي يدي فيه. وين تحدث المدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا عن قلة مشاركة النجم الجزائري رياض محرز في مباريات السيتي هذا الموسم، ويعاني الدولي الجزائري البالغ من العمر 31 عام من ابتعاد عن التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، إذ تكرر جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة. يعني ضرب صح هو ضرب غوارديولا ما عندوش حجة علاش البارتية التالية هذه. ريتم ولد عمي، ريتم كبير وميدخل محل شوية يعني دخله في نتيجة كانت قضية الأمر، نتيجة اللي دخل فيها كان قضية الأمر. بكري كان محرز كي يدخل يكونوا من طاو 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 يدير ديك الأخرى، الشعب قاعد يدور على غوارديولا يقولوا له أنت دخلت محرز ومنا بزاف صوالح. بصح هذا السنة هذه يعني محرز الريتم تاعو تراجع، السيتي راه يتقطع. شوف كيفاش يعني مكاش حاجه، كانوا بكري معارضين تاع غوارديولا قاضبين محرز صانعين ومطرق. بصح هذه الخطره مع غوارديولا ما عطاهم والو، ما خلاش كوبنهاغن اليوم، وغادي ان شاء الله بربي برك محرز يلعب. هذا مكان الله يجعل محرز يلعب. ولعب محرز 7 مباريات مع السيتي معظمها كبديل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال
الموسم الحالي ولم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة. وتحدث غوارديولا عن محرز في مؤتمر صحفي الذي عقده أمس على هامش مباراة فريقه وكوبنهاغن الدنماركي المقرر اليوم في الجولة الثامنة من دور المجموعات الثالثة من الدور المجموعات لدور أبطال أوروبا. وقال المدرب الإسباني عن نجمه الجزائري إنه يعرف ما يجب أن يفعله، أنا أعرف الرياض تماما، يعني الفريق بحاجة إليه، يجب أن يعود إلى أفضل حالاته مضيف، عندما يكون الأفضل شخصية وقدرة ووجوده وحبه لهذه اللعبة خطوة بخطوة سيعود إن شاء الله بربي. وتابع غوارديولا الآن لا يلعب كثيرا، يجب أن يعود في حالة بدنية أفضل، لا أستطيع تعليمه أي شيء لأنه لعب جيد للغاية. وعلق غوارديولا أيضا على مستوى مهاجمه النرويجي أولوند قائلا في عمره لا يوجد من يستطيع منافسته، الأرقام تتحدث عن نفسها وتجعله يعني تجعلنا سعداء بتواجده معنا. وبمناسبة المستوى الوفد الجديد على الفريق السويسري مانويل، يعني قال غوارديولا يجد يعني جيد للغاية، نحن سعداء بتواجده ومستواه يتحدث عنه. أودي هذاك أولوندا ود عمي على بالك تعطيها له في الأرض يقيس كراعو يبركي في السماء يقيس كراعو تحت في الوسط كيما تبغي الفوق تحت سونتيرا كيما تبغي، لعاب كبير لعاب مهاجم من طينة الكبار خويا، ما كاش زعقة. وحاجة اللي عجبتنا البارح يعني البارح فانيك لعبت البارسا لانتر ود عمي لا إله إلا الله، بعد ربع ساعة تشوفوا كيفاش لانتير لعب في لا ديفونس، تعلموا كيما هاكا ماشي تشوف انت يا غوارديولا الا زق على محرز ولا ما زقاش، تعلموا كيما شو علمك بلي لانتير البارح مع البارسا 15 دقيقة الأولى علمك بلي البارسا ما نجمتش تقدم، يعني ما عندهمش لافينيسيون ما ولاش كاينة. إيه لا إله إلا الله ولا عمي رجلان يا بولا ماشي زعاقة، ديفونس بمعنى الكلمة، ديفونس بمعنى الكلمة، ما شوف زعما مكاش الغلطة 15 دقيقة، أنا نهدر لكم على 15 دقيقة الأولى، يا الغلطة مكاشة، والله يا الغلطة بريمير ديك 15 دقيقة الأولى، والله مكانها راه يجي زعقة ولا رجالة ولا عمي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا عمي. راني نهضر على الانتر لا اله الا الله تفكرتها بارتيا يا ودي والله قاعدين شوف 15 دقيقة الأولى وديروا فانك خاطر على شوية كانوا شوية بصح نهضر لكم على 15 دقيقة الأولى على بالك بلي البارسا ما نجمتش تدور، والله ما نجمت تدورها ما نجمتش تجيبها يعني لا اله الا الله، على بالك ولاو يوصلوا عند الكاري دي زويت بزوج مترات شد الكاري 18 البارسا فماك تلعب خلينو فماك يدور، ها الديفونس اللي يقولك عندي يقولك طريقة دفاعية تعلم الطريقة الدفاعية من عند الإيطاليين، يعني التحركات كيفاش يزوتو والله هاك بلي البارسا تا ولا يعاود يردوها الرول، هادو هما يجيكم على هادي حنا نعاودو نولو نتكلمو على رياض محرز، رياض محرز اللي يبقى اللعاب يعني اللي ذو مستوى عالي جدا وينتظر رجوعه، ننتظر رجوع رياض محرز، ناس لا تضحك والناس لا يقول لك قلبه بارد وراه راضي وراه منا وراه منا يا ودي تربح عليه، يلعب في 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 اكبر نادي في العالم، هذا اكبر نادي في العالم مولا اكبر نادي في العالم واكبر بريمير ليغ اول رابطه في العالم البريمير ليغ أو الرابطة محترفة في العالم راه يلعب فيها محرز، راه يلعب فيها أنا نشوف بلي محرز يلعب فيها، هذه راني نشوف فيها أنا بالنسبة لي راني نشوف فيها هذه أول رابطة في العالم راه يلعب فيها محرز، أنتم ما تشوفوا حاجة العكس قولوا لنا هذا العكس تاعكم لو تشوفوا فيها، هذه أنتم مستوا الناس مازال يقول لك البارسا 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 الريال البارسا كاين المناصرين اللي ترباو في البارسا والريال طالعين بيناتهم الكلاسيكو هذاك، بصح لا حقيقة راهي في الدورة، الحقيقة راهي في الدورة.
ماشي يكون على بالكم ناسي في الدورة تلعب. ما تنساو جماعة عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو باش دايما معاكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم خوتي، سعيدو.